الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أحمد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي ليلتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنت قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وحبل المسيئين منا للمحسنين وحبل المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نحن ببابك واقفون نحن ببابك واقفون نحن الفقراء المستجيرون نحن فقراء المستجيرون نحن ببابك واقفون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فإن لم ترحمنا فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين وحب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا
حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد الوالدين ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم اشفنا بشفاك. اللهم اشفنا بشفاك وداعنا بداك وداعنا بدواك. اللهم رب الناس اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاعا لا يغادر سقما شفاعا لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم فقهم من عذاب القبر وعذاب النار وادخلهم جنة مع المتقين والأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك باغ فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم آتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين أن تغفر لنا في ليلتنا
ليلتنا هذه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صالح أعمالنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تراويحنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عز جار وجل ثناء وتقدست أسماء، اللهم لا يرد عنك ولا يهزم جندك، اللهم سبحانك وبحمدك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الشرك والمشركين، وذلل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتعينك، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم هلك بليانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق ديارهم وهلك أموالهم وأنذر بهم بأسك الذي لا ترد وللقوم المجرمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا سمعنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا يا كريم، ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء والفطن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نسي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.